فصل في الجمع. جمع العشاءين أو الظهرين يجوز في أي من الوقتين، إذا يجوز القصر أو إذا عرض مشقة بتركه لذي مرض. ثم العشاءين لما الثياب بل أو ريح برد قوية أو لوحل، ولو ببيته يصلي أو في مجاور طريقه ذو سقف. ثم شروط الجمع إذ يقدم نيته حين لأولى يحرم، وحيث صلى بينتين أو فصل فوق وضوء وإقامة بطل. وفي افتتاح الكل قام العذر، وفي سوى المطر يستمر. ثم تلي الجمع إذا ما أخرا شرطان في الوقتين قد تقررا، نية ذا الجمع بوقت أولا ثم بقاء العذر للذي تلا. قال: فصل في الجمع. جمع العشاءين أو الظهرين يجوز في أي من الوقتين. جمع العشاءين، ما معنى العشاءين؟ يعني المغرب والعشاء. أو الظهرين يعني الظهر والعصر. يجوز في أي من الوقتين، يعني يجوز في وقت هذه وفي وقت هذه الجمع. متى؟ لأسباب، وذكر الأسباب. إذا يجوز القصر، متى يجوز القصر؟ يعني في السفر. السفر الذي يجوز فيه القصر أن يكون سفرا مباحا ليس مكروها ولا حراما، وأن يكون 4 برد فما فوق، وأن يكون يعني غير مقيم. فإذن إذا جاز القصر جاز الجمع للسفر، واضحة؟ إذا يجوز القصر، هذا واحد. أو إذا عرض مشقة بتركه لذي مرض، مريض يشق عليه ترك الجمع، فلو ترك الجمع شق عليه ذلك، فيجوز له أن يجمع في أي وقت من وقتي هاتين الصلاتين، الظهرين أو العشاءين. قال: ثم العشاءين، يعني ثم جمع العشاءين يجوز. ثم العشاءين لما الثياب بل أو ريح برد قوية أو لوحل. إذن السبب الثالث وهو المطر أو الريح الباردة القوية، هذه تجوز لنا أن نجمع بين العشاءين دون الظهرين. لم يذكر الظهرين هنا، هذا هو المذهب، أن المطر الذي يبل الثياب، معنى يبل الثياب يعني يجعلها مبتلة بحيث لو عصرتها لخرج ماء، ليس معناها الخفيف الذي يبلها بحيث لو عصرت الثوب خرج منه الماء، هذا الذي يبل الثياب. أو الريح القوية الباردة أو الوحل يعني الطين، هذه الأسباب الثلاثة تجوز لك جمع العشاءين دون الظهرين. ومن أهل العلم من يقول أيضا يجوز في الظهرين ولو لم يرد النص، لكنه الظهرين مثل العشاءين والمقصود المشقة. ثم قال: ولو ببيته يصلي أو في مجاور طريقه ذو سقف. تذكر بيت هنا. يقول: ولو ببيته يصلي، يعني جمع العشاءين لو كان في بيته أو في مسجد مجاور طريقه ذو سقف. يعني إذا كان سيصلي في البيت جماعة، فما المسوغ لأن يجمع؟ لأن المقصود المطر الذي يبل الثياب أو الريح الباردة. قال: لأنه ما دام أنه تتحقق له الجماعة في بيته فالأفضل له أن يصليها جمعا، لأنه قد لا تتوفر له الجماعة. المقصود هنا الجماعة، ليس حتى لو كان منفردا، يعني إذا كان معه جماعة. لأن من الناس من يقول حتى لو كان منفردا، لكن الذي فهمته من مذهب الحنابلة أنه يجوز له أن يصلي ولو كان في بيته إذا كان في جماعة، أما إذا كان منفردا فليس هناك مسوغ لأن يجمع بين العشاءين. ولو ببيته يصلي أو في مجاور، يعني في مسجد مجاور طريقه ذو سقف، يعني له ساباط سقف. فالذي له سقف وهو مبلط مثلا لا يضره المطر، بإمكانه أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. لكن قال هنا: ولو كان يصلي في مسجد مجاور وله سقف يمنعه من المطر، يجوز له أيضا الجمع، لأن هذه الرخصة عامة، والرخصة العامة يعني تؤخذ على عمومها. قال: ثم شروط الجمع إذ يقدم نيته
الذي جعلني أقول أنه ولو ببيته يصلي أو في يعني إذا كان في جماعة، لأنه تقدم لنا أنه في البيت 203 والأفضل التعجيل لا في شدة حر كذا في الغيم للجماعة، يعني يجوز أن يؤخر الظهر، الأفضل للظهر التعجيل إلا في شدة الحر فيؤخرها، أو في غيم بالنسبة للجماعة. فالغيم رخصة عامة، فلأجل الجماعة ربطوها بالجماعة يجوز التأخير. وهكذا هذا الذي جمع العشاءين لأجل المطر أو لأجل الوحل رخصة عامة لكنها مقيدة بالجماعة، فإذا صلى في بيته منفردا لم يكن من أهل هذه الرخصة، لكن لو صلى معه جماعة جاز له ذلك ولو كان في بيته، لأن الجماعة قد تبقى عنده وقد تذهب. قال: ثم شروط الجمع إذ يقدم نيته حين لأولى يحرم. والآن أتى بشروط أو ابتدأ في شروط الجمع. قال: ثم شروط الجمع إذ يقدم، إذا قدم الجمع له شروط: نيته حين لأولى يحرم، إذا أراد أن يحرم للصلاة الأولى فينوي الجمع. يعني مثلا شخص أراد صلى الظهر وهو يحل له الجمع لسفر أو لغيره، فلما بدأ الصلاة وهو لم ينوي الجمع طرأ عليه أن يجمع في أثناء الصلاة، هل يجوز له ذلك؟ قالوا: لا، لابد أن تنوي حين الإحرام. طبعا هناك قول آخر أنه يجوز له ذلك، وعليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: ثم شروط الجمع إذ يقدم نيته حين لأولى يحرم، وحيث صلى بينتين أو فصل فوق وضوء وإقامة بطل. أيضا الموالاة شرط، فلو فصل بين هاتين بين المجموعتين بصلاة، سواء صلاة راتبة أو نافلة أو صلاة فريضة أخرى، أو فصل بينهما بقدر ما يسع الوضوء والإقامة ويفوق عليها ما يسعها وزيادة، يعني يجوز له أن يفصل بينهما بقدر وضوء وإقامة، لكن إذا زاد الفصل عن الوضوء والإقامة يبطل الجمع. يعني مثلا رجل نوى نية صلى الظهر ونوى أن يجمع معها العصر، ثم بعدها جلس فترة من الزمن، هذه الفترة تزيد على إقامة وتزيد على وضوء خفيف، هنا نقول له لا يجوز لك أن تجمع بعد ذلك، لأن الموالاة شرط. طبعا الشيخ الإسلام أيضا لا يشترط الموالاة هنا، يقول يجوز لو طال الفصل قليلا. وفي افتتاح الكل قام العذر، أيضا من الشروط أن يقوم العذر في افتتاح كل صلاة من الصلوات. فمثلا عذر السفر، إذا افتتح صلاة الظهر وهو مسافر في السفينة مثلا، ثم لما سلم فإذا هو عند أهله، الآن هل يجوز له أن يصلي العصر مجموعة مع الظهر في وقت الظهر؟ لا، ما يجوز له لأنه أقام. وفي افتتاح الكل قام العذر، يعني لابد أن يقوم العذر في افتتاح الثانية أيضا، ومن باب أولى في سلام الأولى، وقد نص عليها المؤلف لكني يعني ضاق عنها النظم. قال: في افتتاح كلهما وفي سلام الأخيرة. وإذا كان العذر هذا إذا كان العذر سفر، وإذا كان العذر مرض أيضا لابد أن يقوم العذر في افتتاح الأولى وسلامها وفي افتتاح الثانية. كيف؟ مثلا أراد عذره مثلا فيه سلس بول مثلا، أو كان مريضا، فلما صلى الظهر وسلم منها ما زال مريضا، بعد السلام بقليل شعر من نفسه أنه قد تعافى، هنا لا يجوز له أن يصلي العصر. إذن لابد أن يكون العذر مستمر حتى يدخل في الصلاة الثانية. قال: وفي سوى المطر يستمر، يعني يستمر العذر في سوى المطر. معنى هذا أن العذر يستمر له إلى أن ينتهي من الصلاة، وهذا في سوى المطر. وأما في المطر فيكفي أن يقع العذر في أول هذه وأول هذه. واضح المسألة؟
هذا على ما أفهمه إن لم يكن فهمي خاطئا. وفي سوى المطر يستمر، يعني المطر يكفي فيه أن يقوم العذر فيه في أول التحريمة الأولى وأول تحريمة الثانية، وليس بالضرورة أن يستمر المطر في النزول إلى أن ينتهي من الصلاة الثانية. واضح المسألة؟ نعم نعم. إذا وقف المطر، وفي افتتاح الكل قام العذر، وفي سوى المطر يستمر. إذن يقوم العذر سواء كان مطر أو غيره في افتتاح كل واحدة منهم، وفي غير المطر لابد أن يستمر العذر حتى تنتهي الصلاتين. فلو أنه أقام في نصف الثانية، كان في سفينة فرست السفينة وهو في نصف الثانية في الركعة الأولى من الثانية، بطلت الثانية وعليه أن يصليها في وقتها. واضح؟ أما إذا كان مطر فليس بالضرورة أن يستمر إلى نهاية الصلاة الثانية. قال ثم للجمع إذا ما أخر، الآن شرط جمع التأخير. ثم للجمع إذا ما أخر شرطان في الوقت في الوقتين قد تقررا، نية ذا الجمع بوقت أولى ثم بقاء العذر للذي تلا. يعني إذا أراد جمع التأخير عنده شرطان. الشرط الأول أن ينوي الجمع في وقت الأولى. لماذا؟ لأنه لو أخر الأولى بدون نية جمع لكان يعني ملاما، لا يجوز لك أن تخرج الصلاة من وقتها بدون عذر، فلا بد أن تنوي الجمع مؤخرا. واضح المسألة؟ نعم. المهم الجمع سواء كان جمع قصر أو جمع لعذر آخر غير السفر، لا بد أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لا يؤخر الأولى عن وقتها إلا إذا نوى الجمع التأخير. ثم يبقى العذر للوقت الثانية. ما معنى هذا؟ يعني هو أراد أن يؤخر الأولى إلى أن يصليها مع الثانية، يعني أخر صلاة الظهر، فإن بقي مسافرا إلى أن دخل وقت العصر فلا إشكال في هذا، لكن لو أخر الظهر إلى ما قبل خروج وقتها وقبل دخول وقت العصر ثم أقام، هل يجوز له التأخير بعد الوقت؟ لابد أن يصلي الظهر في وقتها لأنه ما زال وقتها باقيا، وأن يستمر ثم بقاء العذر للذي تلا لدخول الوقت الثاني. واضح المسألة؟ نعم.